أعتقد أن اليوم نتحدث عن موقف للفصائل يختلف عن السابق. اليوم هناك غليان شعبي في دول متعددة، وربما تكون أغلب العواصم العربية والإسلامية وعواصم أخرى أوروبية، وحتى في نفس إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك تظاهرات واعتصامات وما شاكل ذلك. وبالتالي هذا التفاعل مع هذه المجزرة ومع هذه الوحشية الإسرائيلية لابد أن تقابل بموقف، وموقف الشعوب هذا وموقفنا كفصائل المقاومة أن نساند ونعاضد ونشترك وندافع ونضحي بالغالي والنفيس من أجل فلسطين، وهذا ما تربينا عليه منذ أن بعثنا لهذه الحياة، ونحن نعلم أن فلسطين مغتصبة وفلسطين حرة أبية وبلاد العرب أوطاني، وكذلك نعرف أن فلسطين هي قضية جوهرية لا يمكن التنازل عنها. وإذا كان ثمة من توقف في منتصف الطريق ومن اشتريت ذممهم بالمال من الحكومات العربية، فهذا لا يعني أن القضية تبدلت وأن التطبيع هو الأساس. الأساس هو محاربة الكيان الغاصب، رفض هذا الكيان الغاصب، رفض هذه الغدة السرطانية. فلسطين هي لشعب فلسطين وهي دولة عربية محتلة. طيب، وبالتالي هذا هو الأصل الذي تربينا عليه وعقيدتنا نسجت عليه، فبالتالي نحن نعتقد أننا نسير بالخطوات الصحيحة، وكل ما يمكن أن نفعله فهو واجب وليس ندبا. يعني شنو إجابتك شنو شيخنا؟ أنتوا راح تكونون في حرب مع إسرائيل، تحاربونها من العراق، راح ترسلون مثلا شبابكم إلى سوريا وإلى إسرائيل؟ أريد إجابة شيخ. أنت تريد إجابة أو معلومات؟ شو أسوي يعني أعطيني اثنين هنا إذا تقدر شيخنا، بس لا تحيرني انه بلاد العربة اوطاني، ترى انا حافظها هاي. اثنين هلا اريد تعطيني موقف المقاومة في العراق. ما هو موقف المقاومة فصائل المقاومة غزة مع طيب. غزة اذا اتيح لنا المشاركة البشرية طيب. سنذهب ولا نقصر، شنو يعني الاتاحة البشرية؟ ليس هناك عجز في شنو يعني الاتاحة البشرية؟ عفواً، شنو ما معنى الإتاحة البشرية؟ عفواً أقول ما معنى الإتاحة البشرية؟ أتيح لنا المشاركة بالعناصر البشرية، زين، مشاركة بالأفراد، لن نقصر، وهذا أعتقد نستبعده لأنه الأخوة في فلسطين ليس بحاجة لأحد. طيب، إلا إذا توسعت سعة الحرب ومساحتها، وإذا طلب منا المال سنقاسمهم، بل سنعطيهم كل رغيف الخبز. وإذا طلب منا السلاح والعتاد واستطعنا أن نوصله سنوصله، وإذا طلب منا أو فرضت علينا الظروف أن نقاتل من العراق سنقاتل. طيب يعني بمعنى